للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الرائد خالد بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية. أرحب بك سعادة الرائد في نشرة أخبار الثامنة. جهود مقدرة تقومون بها على مدار الساعة، يعني لو تطلعنا على أبرز هذه الجهود التي قمتم بها وتقومون بها حاليا في ظل ما تشهده المملكة من تقلبات جوية. نعم، يعني لله الحمد، من بدء الساعات الأولى لاستقرار الحالة الجوية نحن أعلن عنها، وبالتعاون مع كافة فرق الطوارئ مشكورة تم فتح جميع الطرق اللي كان أعلننا سابقا أنه تم قطع الحركة فيها نظرا لتجمع مياه الأمطار فيها، لحين تأمين الحركة وإعادة فتحها. حاليا لله الحمد كافة الطرق مفتوحة والحركة المرورية في وضعها الاعتيادي، باستثناء أعلننا من شوي نفق بوري ما زال يتم التعامل مع المياه، وأيضا أيضا بعض المناطق الداخلية في بعض الشوارع الداخلية، وأيضا تقاطع شارع 16 ديسمبر مع تقاطع شارع محرق. لله الحمد يعني هذه كان ثمرت خطة استباقية لدار العام للمرور بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية المعاونة ويانا من خلال تكثيف وتركيز دوريات التعامل السريع مع متغيرات الحركة المرورية الناجمة من تداعيات هذه الحالة الجوية الاستثنائية. ولله الحمد تم تأمين الحركة المرور، وحاليا الحركة نأكد أنها هي رجعت لوضعها الطبيعي ولله الحمد، وتعاون السواق لا ثمرة في السلام المروري، ولم نشهد حوادث خطرة خلال الفترة هذه لله الحمد أمس واليوم. نعم رائد خالد، ما هي أبرز إرشادات الإدارة العامة للمرور للمواطنين وأيضا المقيمين وزوار المملكة في الوقت الراهن؟ يعني هناك جهود متكاملة وتعاون مشترك بين كافة الأجهزة لاحتواء بعض التجمعات المياه خلال الفترة، ودوريات المرور موجودة ومستمرة في تأمين وإدارة الحركة المرورية، ومن خلالكم نأكد على وجوب التعاون التام مع كافة مصادر الأجهزة الأمنية سواء الإدارة العامة للمرور أو إدارة الدفاع المدني أو غيرها من تعليمات خاصة بانتظام الحركة المرورية وتجنب المناطق اللي تشهد تجمع المياه الأمطار. نعم. وهذه تؤدي في النهاية إلى نفس ما تفضلت وقلت تعطيل الجهود اللي تقوم بها أجهزة الدولة لاحتواء هذه التداعيات. في النهاية دائما ننوه المستخدم الطريق عدم التردد في اتصال بالإدارة العامة للمرور خط الساخن والنينا في حالة أي طارئ أو أي طلب مساعدة إن شاء الله، ونتمنى السلام للجميع بإذن الله. نعم الرائد خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، كل الشكر لك.